على هامش قمة تيكاد السابعة بيوكوهاما في اليابان، استقبل إمبراطور اليابان ناروهيتو السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالقصر الإمبراطوري بالعاصمة طوكيو. كما حضر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل تكريم الأعمال الطبية المتميزة بمكافحة الأمراض المعدية في إفريقيا، حيث كرم كل من مدير عام معهد البحوث الطبية الحيوية وأستاذ الطب الحيوي بجامعة كينشاسا في الكونغو الديمقراطية، والمدير التنفيذي للمركز الإفريقي للصحة العالمية والتحول الاجتماعي في أوغندا لجهودهما في البحوث والخدمات الطبية في إفريقيا. وألقى سيادته كلمة المجموعة الإفريقية: نجتمع اليوم في إطار تقديم جائزة الطبيب هيجي نوغوتشي للأعمال الطبية المتميزة لمكافحة الأمراض المعدية في إفريقيا، والتي بدأت دورتها الأولى عام 2008 تزامنا مع قمة التيكاد الرابعة، وتأتي الجائزة على اسم الطبيب الياباني نوغوتشي اعترافا بإسهاماته المتميزة في مجال الصحة في إفريقيا، وصولا إلى تقديمه عن طيب خاطر الثمن الأغلى بوفاته على أرضها ضحية لمرض الحمى الصفراء التي كان يسعى جاهدا لمكافحتها. وفي هذا الإطار أتقدم بالتهنئة للطبيبين الإفريقيين السيد الدكتور جون شاك مدير عام معهد البحوث الطبية الحيوية وأستاذ الطب الحيوي بجامعة كينشاسا، والسيد الدكتور فرانسيس أومساوا المدير التنفيذي للمركز الإفريقي للصحة العالمية والتحول الاجتماعي في أوغندا لحصولهما على تلك الجائزة الرفيعة، تأكيدا لوجود قامات إفريقية بهذه المكانة الدولية، وتعزيزا لقرارنا الصائب بإلاء الاستثمار في رأس المال البشري في إفريقيا أهمية قصوى باعتباره المكون والشرط الأساسيين للتنمية المستدامة وتحقيق النهضة المنشودة في رباعي القارة. وأشيد مجددا بمبادرة اليابان لتكريم أطباء أفارقة، وهي لافتة لها دلالة ورمزيتها في دعم جهودنا التنمية البشرية التي تطلع دولنا جميعا بها. واسمحوا لي من أتوجه بتحية إجلال وتقدير لكافة الأطباء الذين بذلوا الغالي والنفيس لمكافحة الأمراض المعدية في إفريقيا، خاصة لهؤلاء الذين قدموا أرواحهم في سبيل هذا الهدف السامي.